كنا جينا نلعبوا المباراة في ظروف صعبة جدا بحكم الوضع في النادي، اللي ما يعرفش لازم يعرف إلى حد الآن اللاعبين والأطقم الإدارية مش فقط في لعبة كرة اليد، لكن في كل الألعاب اللي هي 15 لعبة أو 16 لعبة تقريبا ما خذوش الرواتب تاعهم بداية الموسم، يعني رانا في 8 شهور، فأصلا هذا صعب. وزيد على ذلك عندنا كثير من الإصابات ولاعبين غادروا، واحد راح رومانيا الدايرة، راح عفوا المجر الدايرة النادي، والثاني بو هدار راح لفرنسا. ومع الإصابات فصعب التدوير عندنا، يعني قاعد تلعب 6 لاعبين اللي كنتوا تشوفوا فيهم. فقط مركز واحد تاع الظهير الأيمن لارير جوز دروا اللي كنت نقدر نجيبه. لكن في النهاية كانت مباراة يعني كما تقول مزيرة يعني في النتيجة، يعني سيري حتى تقريبا يعني السبع دقائق الاخيره. مبروك على فريق انتوتا، وحنا ان شاء الله تتعدل اوضاعنا على كل حال، واللاعبين تاعنا ان شاء الله يتقاضوا الرواتب تاعهم، يعني ورمضان كريم، صحة لكم جميع الناس وجميع الشعب الجزائري. شكرا. ما بون، كانت مقابله بين فائز بالبطوله والفائز بالكاس، كانت مباراه قويه، كانت فيها نديه حتى الدقائق الاخيره. فليكس احنا عندنا مشاكل بزاف بزاف بزاف، رانا نعانيو في صمت. احنا كما نقول لك رانا نلعبوا على لي كولور، ما خالصين 7 شهور، دراهم ما كاش. لي جوار عندنا بليسي، واحد 5 ولا 6 بليسي. البارح ديبلاسينا في ظروف شويه صعيبه، وصلنا حتى للزوج تاع الصباح باش تخمو، مي هادو ماشي اسباب، احنا مدينا اللي علينا الحمد لله، هما بصحتهم مبروك عليهم، يستاهلوا. واللي حاب يربح جاتو صحته.